السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية صباحية طيبة لكل المتابعين، إلى كل الأوفياء أهلا وسهلا بكم جميعا، إن شاء الله راكم بخير، يومكم طيب يا رب العالمين إن شاء الله. تحياتي لكم جميعا. إذن كما أكيد هي أغنية عن التعريف، أصبحت حديث العام والخاص لشهد ملاك صاحبة المرتبة الثالثة عربيا في الحساب الذهني السريع، وبعامر آية أسيل صاحبة المرتبة السادسة عربيا في الحساب الذهني السريع بجمهورية مصر العربية. ملاك صباح الخير، أهلا وسهلا بك ومبروك عليك الفوز هذا المستحق، وشرفتي غردايا والجزائر. أحسن تشريف أقول وأحسن تتويج، أهلا وسهلا بك، صباح الخير. مش راكي لاباس؟ كيفاش كان هذا الشعور الجميل يا آية يا ملاك؟ عفوا، كان شعور جميل جدا. كان شعور جميل جدا بهذا التتويج. نعم. وهذا كان بفضل الله وبفضل الوالدين وبفضل المدربة باي خديش. الله يبارك. وابو عامر آية أسيلة، أهلا وسهلا آية. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. وش من سنة تقراي؟ سنة خامسة؟ سنة خامسة، مازالك صغيرة ما شاء الله، ربي يبارك. ومرتبة سادسة عربيا، هكذا كيفاش كان هذا الشعور والمنافسة وأنت اليوم الله يبارك ما شاء الله تمثلي في غردايا، مثلتي غردايا أحسن تمثيل؟ كانت منافسة قوية جدا وصعبة والحمد لله كنت أشعر بالسعادة الغامرة الشكر لرب العالمين والوالدية ولمدربتي باية. ما شاء الله ما شاء الله، أكيد أنه الفضل للمدربة باية خدايج. تحية صباحية ليك يا أستاذة باية، ومبارك لنا جميعا صراحة هذا التتويج المتميز. الحمد لله الحمد لله، كان لي تشريف ولايتي بصفة خاصة وبصفة عامة الوطن الجزائر، رفع راية الجزائر في البلدان العربية إن شاء الله ستبقى مرفوعة دائما إن شاء الله. وبارك لي بطلتي نشهد ملاك وأبو عامر أسيل. ملاك أعطينا الكاس، جيب لنا الكاس على هذا الإنجاز الذي قام به. الحمد لله. الله يبارك ما شاء الله، ربي يبارك ان شاء الله. الحساب الذهني السريع هو الصروبان هكذا، هما يعني انت مدربه في هذا المجال؟ مدربه نعم. هما نتاج لتدريب مده 3 سنوات ونصف. الله يبارك، يعني هذا نتاج تدريب لمده 3 سنوات. يعني اللي يقرا في الصروبان ما يطالبش، لازم يكون صبر مش راح تبان نتائج بسرعة. إذن ملاك مستمعين الأفاضل هي صاحبة المرتبة الأولى على مستوى المتوسطة اللي تدرس فيها بمعدل 19.09 ربي يبارك. وعليكم السلام. وأبو عامر آية أعتذر. وابو عامر آية أسيل أيضا صاحبة المرتبة المعدل المليح ومتميز. يعني شوف، يعني حتى اللي ناجح في هذا المجال الحساب الذهني السريع أكيد هو ناجح في دراسته ما شاء الله، ربي يبارك. أنا إذا بدون إطالة ملاك نسكروا الباب باش نعطيك زوج عمليات ونشوف النتيجة. يعني تخيلوا هما أسرع من الآلة الحاسبة، صدقوني كانوا معايا قبيل في المباشر وشفنا في وشفتهم في أعطيتهم 3 عمليات وصراحة أسرع من الآلة الحاسبة. إذن أنا ما نطولش عليكم متابعين في كل مكان، شوي تركيز. نعم، يعني العملية راهم عندي أنا والنتيجة عندي أنا، يعني أنا اللي درسهم في زوج. العملية الأولى تفضلي دقيقة. استغفر الله. العملية الأولى بسم الله، 1 2 3 5 زائد 4 زائد 50 زائد 40 ناقص 90 ناقص 9 زائد 550 زائد 440 ناقص 666 ناقص 222 115. وآية 113. تركيز. تركيز. نعود العملية. تركيز. 5 زائد 4 زائد 50 ناقص 90 ناقص 9 زائد 550 زائد 440 ناقص 666 ناقص 222 110. انا ممكن اني غلط في العمليه، ممكن نعطيك عمليه اخرى، ممكن انا اني غلط في العمليه 110 ممكن انا اني غلط في العمليه درك 110
الله يبارك ما شاء الله. شفتوا يعني انا عندي نتيجه خاطئه بآلة حاسبه واخطات 110، ما شاء الله. نشوفوا العمليه الثانيه 45. يلا يا ايه شوي تركيز. 45 زائد 44 ناقص 90 ناقص 9 زائد 99 ناقص 66. الله يبارك ما شاء الله، اسرع من الاله الحاسبه. شحال النتيجه؟ 33. يعني ها هي النتيجه بالفعل 33. ما شاء الله ما شاء الله، ربي يبارك فيكم ان شاء الله. شرفتم ولايه غردة يا احسن تشريف، ونتمنى لكم ان شاء الله يا رب تمثيل او استحقاقات عقول عالميه ان شاء الله. هكذا نفتخر بكم دائما، وجميل لما نتمسك دائما بالاراده وبالثقه ان شاء الله. عقوبه لاولادكم كامل احبابنا واوفيائنا. بايا شكرا على هذا التتويج، وشكرا على هذا الانجاز وعلى هذا النتاج، لانه من منتوجك ان شاء الله. نتمنى لك التوفيق، ونتمنى ان شاء الله من جميع اوفياء والمتابعين واهل الخير دعم مثل هذه المواهب ومثل هكذا انجازات. اعتذر مستمعينا الافاضل عن عن التوقف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مع السلامه. شكرا جزيلا لكم جميعا.